بالنسبة لي يعني جينا لهون على الافتتاح اليوم شيء كتير حلو للبنات، وهون منظمة سوار عملت هاي المبادرة وإنه مبادرة نسائية وكانت حلوة إنه مشروع مكتبة وكذا. فاليوم أجينا على الافتتاح مشان نشوف البنات شو جايبين شو عاملين. مثلاً هلأ هيك مبادرة كتير مهمة، لأنه هلأ بشكل عام إحنا حالياً على التكنولوجيا والجوالات فإنه قراءة الكتب مكتبة أول شيء، يعني الأحلى من هذا كلياته فإنه هي موجود إنه هي مبادرة نسائية، فهذا الشيء كتير يعني شيء جديد بعفرين وشيء كتير حلو على النطاق، يعني إحنا ما كان يمر علينا هيك شيء. هذا تحفيز للبنات. وهلأ أهمية القراءة، يعني أول شيء هلأ نحن ما إنه دائما باكين على الجوالات، فهذا الشيء لما نحط كتاب قدامنا نقرأ جمل هذا الشيء بينفعنا لما بيصير أي شيء بالحياة فينا، إنه في هاي العبارة نحن شفناها بكذا كتاب، لما بيصير شيء يعني نحن قارئين بهذا الكتاب، نحن متواجدين إنه أنا قرأت هاي الجملة لفلان مثلا كاتب كتبها، فهذا الشيء كتير بينمي المرأة وبيخلي نضج يصير، يعني قراءة الكتب كتير بتنضج البني آدم والله، بتساعد كتير. يعني أنا أول الناس لما صرت أشتغل وأطلع وفوت كذا مثلا لما أشوف هيك مبادرة، فأنا يعني في تحفيز بيناتهم إنه أنا عم ساوي أنا عم بعمل، اليوم عنا مشروع، اليوم عنا افتتاح، اليوم نحن رايحين على المكتبة، اليوم نحن اشترينا هيك، فهذا الشيء كتير يعني بيخليهم حتى ثقة بنفسه. والله هي يعني كتير حلوة ما شاء الله ناجحة ونجحت معهم، يعني مبادرات كمان السابقة صار مبادرات، فكتير كان في شيء حلو يعني شيء جديد بعفرين، والكل شجعون على هذا المشروع إنه أنا عندي مبادرة أنا كذا، فكتير يعني أنا حسيت إنه كان في دافع كتير قوي لغيرهم كمان إنه يشتغل هيك شيء. نحن بداية نحن طالبات جامعيات، مجموعة من البنات عنا كان صعوبة من ناحية الدراسة، من ناحية وجود المكان المؤمن للدراسة. تقدمنا بطلب لمنظمة وهي ساعدتنا أنه نحن نفتتح هذا المركز. مركزنا هو عبارة عن تأمين قاعات هادئة للدراسة للطلاب، بالإضافة لوجود مجموعة من الروايات ومجموعة من الكتب. نحن بس مبادرتنا هي مدتها محدودة، نحن مبادرتنا لمدة 3 أشهر فقط، طبعا بدعم من المنظمة اللي دعمتنا. نحن بنتمنى انه يستمر الدعم لمبادرتنا ويصير في اقبال عنا خاصة من قبل الطالبات يعني، وطبعا مبادرتنا هي مبادرة نسائية بحتة يعني. بداية عنا قاعات هادئة للدراسة، عنا مجموعة من الكتب، ممكن يكون في تأجير للكتب، ممكن يكون في بيع للكتب. كمان عنا المركز ممكن نقوم فيه بدورات ثقافية يعني، ممكن بهذا المجال يعني نشتغل نحن. تماماً المركز هو الأول من نوعه بمنطقة عفرين، طبعاً بمنطقة عزاز فتح مركز مشابه له، لكن بمنطقة عفرين هو من نوعه الأول يعني. تأمين مكان للدراسة والخصوصية للمرأة، يعني مثل ما بتعرف أغلب الطالبات موجودين ضمن المخيمات، موجودين ضمن العائلات، والعائلات عم يكون عددها كبير نظرا للأوضاع الصعبة نحن عندهم بالشمال السوري. هذا المركز بيأمن مكان هادئ للدراسة، وخاصة نحن يعني هون ما شاء الله صاير عنا دراسة وإقبال للجامعات وللدراسة بشكل عام. هلأ نحن تقريبا صرنا كام يوم يعني عم ننشر إعلانات عن المركز، لأ ما شاء الله في إقبال وفي طلاب كتير عم تتواصل معنا كرمال إنه تجي وتشتغل هون. حسنا